صباح الخير يا جماعة. النهاردة هنعمل فاهيتة الجمبري. انا حطيت زيت فلوك بسخنه عشان ابدأ الفاهيتة. دلوقتي كده الووك اللي فيه الزيت سخن معايا، هحط عليه البصل. هقلب بقى البصل شوية كده لحد ما يدبل معايا. دلوقتي البصل دبل معايا، هنزل عليه بالفلفل الالوان واديله برضو تشويح. دلوقتي البصل والفلفل الالوان دبل، هبدأ ان انا انزل عليه بالجمبري. ده كيلو جمبري انا غسلاه كويس وشايلة الكيس الرملي منه، ودلوقتي هحطه على البصل والفلفل. دلوقتي انا بعد ما حطيت الجمبري هحط عليه التوابل بتاعتي. توابل بسيطة واساسية، الملح وكمون وبابريكا وفلفل اسود. هعمل حاجة بسيطة، هحط كده في حتة على جنب في الوك بتاعي شوية زيت، وهحط عليهم معلقة ثوم كده تتشوح تشويحة بسيطة. بعد كده اقلبها مع باقي الوصفة. دلوقتي اخر حاجة هحطها وهي الطماطم. الفاهيتا استوت معانا، جنبها بقى شوية طحينة وبالهنا والشفا.